العودة إلى الإغلاق الليلي على الساعة 6 مساء بات مطروحا بالمغرب. يرتقب بأن تفرض السلطات الحكومية جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تعتبر هي الأشد من نوعها لهذه السنة في حال ما استمر تهاون المواطنين في التعامل مع التعليمات الموصى بها في مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. وكشفت مصادر جد عليمة من داخل الكواليس بالحكومة الحالية أن السلطات المعنية لم تقف مكتوفة الأيدي إذ استمر الحال كما هو عليه، خاصة بعد توتر أنباء مؤكدة عن اختناق عشرات المستشفيات بمرضى كورونا. وأضافت هذه المصادر أن السيناريوهات المطروحة حاليا ستكون قاسية، حيث ستتراجع السلطات المعنية عن توقيف حظر التجوال الليلي الحالي من الساعة 11 ليلا كأول إجراء وقائي إلى 6 مساء حتى حلول ساعات الصباح. كما يمكن لهذا الإجراء المرتقب أن يستمر لأسابيع طويلة، يبدأ سريان مفعوله مستهل غش المقبل، وسيستمر إلى حين تسجيل انخفاض في عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي بعموم التراب الوطني.